البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق أن التنفل المطلق لله جل وعلا في النهار يكون على ركعتين ركعتين، وأن الأربع جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأما أكثر من ذلك فالمختار تركه. وقد جاء عن أبي ذر أنه صلى عددا كثيرا ولم يتحرى الركعتين، ولكن من طريق هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس قال ابن عساكر لم يدرك الأحنف. وما جاء عن عمر أنه تنفل بركعة واحدة أيضا لم يثبت، فيه قابوس بن أبي ظبيان ضعيف. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: فإذا صلاة الحاجة، معنى إذا احتاج شيئا يقوم ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. قال: أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الدعاء طيب للإنسان أن يدعو به متى شاء، ولكن الحديث فيه ضعف لا يتحرى هذا. قال: وهو ضعيف جدا في إسناده أبو الورقاء فائد بن عبد الرحمن، قال أحمد متروك، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال البخاري منكر الحديث. والإنسان إذا أصابته الشدة ولجأ إلى الصلاة فهو مشروع، لكن ليس هناك صلاة خاصة بالحاجة ودعاء خاص بها، وإلا فالله تعالى يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما أبو إبراهيم عليه السلام لما أخذت زوجته من ذلك الجبار فزع إلى الصلاة. وفي حديث صهيب بن سنان عند النسائي قال: كان الأنبياء إذا ناب أحدهم شيء فزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، أمر حسن عند أن يحتاج الإنسان الشيء أو تصيبه المضيقة الشدة الكرب يلجأ إلى الصلاة. ولكن هل هناك صلاة حاجة تخص طلب الحاجة على هذه الكيفية، يصلي ركعتين ثم يثني على الله يصلي على النبي ثم يدعو بهذا الدعاء؟ فإذا هذا لم يثبت، ولكن والدعاء الذي فيه دعاء جميل، دعاء عظيم مبتدأ بالحمد والثناء وفيه كلمات مباركة. قال: فإذا صلاة التوبة، روى أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مرفوعا: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له،
ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. في إسناده أسماء بن الحكم الفزاري وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه علي بن ربيعة الوالدي، ولم يوثقه سوى العجلي وابن حبان. قال الترمذي: لا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا غير هذا. واستنكر البخاري حديثه هذا كما في الميزان، حديث ضعيف، وكما قلنا في المسألة الأولى كذلك المسلم إذا وقع في الذنب فأحب أن يستغفر الله في حال صلاة، فهو حسن أيضا، يقوم يصلي لله جل وعلا لكن ينوي به تنفلا مطلقا، أو إذا وافق وقت صلاة استغفر الله وهو ساجد في حال فريضة، في حال صلاة الضحى في الليل. فلا شك أن الاستغفار في حال الصلاة أمره عظيم. إذن ليس هناك صلاة خاصة بصلاة الحاجة ولا صلاة مخصصة للتوبة، ولكن الإقبال على الله جل وعلا بأعظم الأعمال وهو الصلاة أمر يحبه الله. يعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا صلاة الطهارة يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين بخشوع، فإن ذلك من أسباب غفران الذنوب ودخول الجنة. ثبت ذلك في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من حديث بريدة، وأبو داود من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم، والحديثان الأخيران في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. كل هذه الأدلة جاء ورد فيها فضيلة صلاة ركعتين بعد الوضوء، وأنها سبب لكفارة تكفير الذنوب. فائدة: التنفل بالصلاة بين مغرب وعشاء بين الصلاتين. لم يثبت حديث في فضيلة التنفل في هذا الوقت بعدد معين، وقد بينا بعض علل الأحاديث الواردة في ذلك في شرحنا على منتقى الأخبار، ولكن ثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح منتقى الأخبار لا يزال صوتيات ما خرج الكتاب، ومنتقى الأخبار هو ذاك الكتاب الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال: ولكن ثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنتقى الأخبار درسناه بعد خروجنا من دماج في مسجد الفاروق، فهذه إضافة، هذه الزيادة إضافة على فتح العلام على الطبعة القديمة، هذه أضفناها بعد، فحصل إحالة على ذلك مع أنه درس منتقى الأخبار بعد تدريس بلوغ المرأة، لأن هذه مضافة، هذه الفائدة مضافة. قال: ولكن ثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا. قال: فنالت مني وسبتني، يعني كيف يتأخر عن الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت لها: دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، ثم لا نعم فإني آتي فأصلي ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. هذا موضع الشاهد، أنه في تلك الليلة استمر في الصلاة، تنفل بين مغرب وعشاء، ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه.
جاءه شخص فجعل يناجي، ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ فقلت حذيفة، فقال ما لك؟ فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك. ثم قال أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال قلت بلى. قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا حديث صحيح فيه أنه صلى الله عليه وسلم تنفل بين مغرب وعشاء، لكن لا يستفاد من هذا الحديث تحديدات التي تأتي عن التي جاءت في أحاديث ضعيفة واعتمد عليها كثير من المتصوفة، أن يلازم 4 ركعات فمن لازمها حصل له كذا وكذا، أو 6 ركعات من لازمها حصل له كذا وكذا من الفضائل، لم يثبت، إنما هو وقت يشرع فيه التنفل. حتى ولو لم يرد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنفل فيها، فيشملها العموم، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، ونهينا عن الصلاة في 3 الأوقات المعروفة، فما دونها يشرع التنفل فيه، ومنها بين مغرب وعشاء، فيجوز للمسلم أن يقوم بعد صلاة المغرب بعد ركعتي بعد السنة الراتبة أن يتنفل ما شاء من الركعات إلى أن يأتي المغرب، إلى أن يأتي العشاء، ليس هناك ما يمنع، فهو وقت لم ينهى عن التنفل فيه، وإنما ينبغي أن لا يحدد عدد معين يعتقد لذلك العدد فضيلة دون غيره. والحديث الثاني ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. هذا أحد التفاسير في الآية، وليس الشاهد هو تفسير الآية فقط، لكن الشاهد نقل أنس بن مالك عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصنعون ذلك بين مغرب وعشاء، يصلون يتنفلون في ذلك الوقت. قال فالتنفل بين المغرب والعشاء مشروع بدون تحديد عدد يعتقد فيه الفضيلة، ويدل على ذلك أيضا أن الشرع نهى عن الصلاة في 3 أوقات، فما عدا ذلك من الأوقات له أن يتنفل من الصلاة ما شاء، فتأمل ذلك وبالله نستعين. وممن نص على مشروعية التنفل في هذا الوقت أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو الشعثاء، وسعيد بن جبير، وشريح، والحسن بن مسلم كما في مصنف أبي شيبة. وممن كره التنفل في هذا الوقت الحسين بن علي رضي الله عنه، وطاووس، ومجاهد، وكان ابن عمر لا يصليها إلا في رمضان كما في مصنف أبي شيبة، وانظر مصنف عبد الرزاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.